أم صهيب من فرنسا تقول: ما هو الفرق بين فتنة القبر وعذاب القبر؟ أختي أم صهيب بارك الله فيك، الفرق أن فتنة القبر لا ينجو منها أحد ولا يسلم منها أحد، وهي سؤال الفتانين ملكي القبر، وأيضا ضغطة القبر. ضغطة القبر هذه من فتنة القبر وسؤال الملكين. أما عذاب القبر فيسلم منه أهل الإسلام والإيمان، ولله الحمد والمنة. عذاب القبر يسلم منه أهل الإيمان وأهل الإسلام، وقد لا يسلم منه بعض أهل الإسلام ممن ارتكبوا بعض الكبائر ولم يتوبوا منها، يعني مثل الذي ينام عن الصلاة المفروضة، مثل الذي والعياذ بالله يعني يمشي بالنميمة نمام، وإن كان مسلما لكن يعذب على قدر ذنبه، على قدر ذنبه. فمن الناس من ينعم في قبره ويقال له: نم نومة العروس، ويفتح له طاق إلى الجنة يأتيه من روحها وريحانها ونعيمها. بارك الله فيك.